انا ديما كنخلق الاعذار للناس. علاش؟ حيتاش ملي كيجي شي واحد ولا كينتقدني ولا كيعيرني وما كيعرفنيش اصلا، ما كيعرفش ظروفي ولا انا فين عايشه ولا انا فين كبره ولا المشاكل اللي عندي ولا ما كيعرفش، ما كيعيش معايا 24 ساعه 24 ساعه باش هو يجي يحكم عليا ويعطي لي واحد حكم مسبق. ولكن كنقول ربما داك الانسان عاش واحد الطفوله اللي كتاثر عليه، عاش في واحد لونطوراج اللي كيأثر عليه، وقيلا عاش في القمع، وقيلا ما تيقش في راسو، وقيلا عنده شي عقد. كنقول يمكن يكون انسان مريض، ما يكونش انسان عادي. يعني ما غاديش نجي انا وغادي نبقى كنتعاير معاه ولا كنتعاطى معاه ولا شي حاجه، ولكن غادي نشوف الميساج ديالو وغادي نقول كيف ما كان الحال معمرو ما غادي معمر داكشي ما غياثر فيا انا مادام انا كنعرف راسي وفاهمه راسي ومصالحه مع راسي وثيقه في راسي. انا عندي ما عنديش مشكل مع راسي، دونك الا كان شي واحد عنده مشكل معايا هذاك المشكل كيخصو هو، كيخصنيش انا.